في الإمارات عندنا عائلات من كل أنحاء العالم، وكل عائلة تحتفل بالعيد بطريقتها الخاصة. أهل السودان بعد السلام، البسكويت والكعك حاضر، الأجواء ما تنوصف، لمة أحبة وذكريات حلوة. والعائلات الهندية تطبخ أشهى الأكلات وتجمع كل الأهل، ويلستهم ما تخلى من الوناسة وألوانهم الجميلة. عندك العائلات الفلسطينية تحتفل بتقاليدها العريقة وأطباقهم اللي ما حد يقدر يقاومها، حتى لو أنت شبعان بتقرب وتاكل. وما ننسى بيوت الإمارات، طيب العود والبخور، الأطفال مستانسين، وأهم شيء الهريس. هني في الإمارات العيد يجمع الكل، كل عائلة تضيف نكهة مميزة لهذا العيد. ومن الإمارات حبينا نقول لكم بكل حب عيدكم مبارك، وعساكم من عواده. عيدكم مبارك.